محمد زيدان نجم المنتخب طبعا السابق، 9 تسديدات يعني سان داونز كل الماتش ده لعب ايه؟ لعب 9 تسديدات، 5 منهم على المرمى، 5 منهم او 5 منهم بين ال3 خشبات، يعني 5 منهم دخلوا جوان. يتحمل الشناوي كام نسبة كام ويتحمل الدفاع نسبة كام يا كابتن زيدان؟ استاذه لميس اهلا وسهلا بيكي. طبعا طبعا النتيجه صعبه جدا وقاسيه جدا على جمهور الاهلي وعلينا كلنا يعني كمشجعين للكوره في مصر. وطبعا زي ما انت قلتي فعلا هو تسع تسديدات على المرمى، منهم 5 دخلوا و4 بره المرمى. تحمل، انا شايف ان النتيجه يتحملها الفريق بالكامل مش الشناوي لوحده، ممكن منهم كوره او كورتين كان ممكن الشناوي يعني يتصدى ليها. انا من وجهه نظري مثلا الكوره الجون الثالث شوطه من بعيد جدا طبعا غير متوقعه من الشناوي، ان هو مثلا ما توقعش ان الشوطه هتيجي بالشكل ده او هو يسدد من البعد ده، بس في الاخر يعني كان دي الوحيده. لكن الاجوان الثانيه انا شايف ان خطا دفاعي باحت من خط الدفاع بالكامل، ناموا في اللحظه اللي المهاجم بينفرد بيها. الجون الاول في اول دقيقتين ثلاثه ما كانش الفرق يعني زي ما الكابتن وليد قال بين الارهاق على اللعيبه بشكل كبير جدا. انا بتفق مع الكابتن وليد ان ماتش المقاولين مثلا كان في بعض اللعيبه كان ممكن يريحها عشان ماتش صن داون ماتش مهم جدا. النتيجه النهارده كانت مهمه جدا ان انت ما تتغلبش. تلعب على تعادل، انت اتغلبت بال5. النتيجة انت ما اتغلبتش، هذه ليست هزيمه عاديه يا كابتن زيدان، هذه هزيمه مؤلمه. النتيجه دي باين عليها الارهاق بتاع اللعيبه، يعني سببها الارهاق. يعني حتى لما دخل فينا جول وتعادلنا 1-1 بسبب الارهاق، ما عرفوش يحافظوا على ان هم تعادلوا ورجعوا المباراه، ودخل فيهم جونين في الشوط الثاني في الشوط الاول، وبعد كده ينزلوا الشوط الثاني يجيبوا هدف سريع، وبعد كده في الاخر يخش فيهم 3 اهداف. فطبعا لا، نتيجه سيئه جدا جدا طب جدا. انت مهاجم، انت كنت مهاجم واحد من اهم المهاجمين، قول لي ليه في يعني الفعاليه بتاعه المهاجمين في مصر بالذات في النادي الاهلي ضعيفه جدا؟ يعني مهما شطنا فكره ما عنديش اللعيبه اللي يخلص. يعني ما احنا خلينا برضو نقول حته اللعيبه اللي يخلص، هي احنا 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 عندنا مصيبه كبيره جدا يا استاذ لميس، ان احنا النهارده في الجوله ال 22 تقريبا في الدوري، هداف الدوري عنده 9 اهداف، اللي عنده 7 اهداف ولا 8 اهداف، احنا ما عندناش هدافين. النادي الاهلي ما عندوش اصلا مهاجم هداف الدوري. يعني بتتكلمي ان المفروض اصلا الدوري 22 مباراه لازم الهداف يبقى عنده على الاقل النهارده مثلا 15 هدف هداف الدوري، اللي هو لازم يبقى من الاهلي او من الزمالك، مش موجود اللعيب ده، مش موجود. النهارده مثلا محمد شريف كوره ميته اتلعبت له جاب فيها جون، كان موفق فيها بس على الاقل سجل النهارده. لكن تعالي بصي انت الشوط الثاني جالنا كورتين كان ممكن نتعادل منهم، الكوره بتاعت بتساو اللي حطها بدماغه في العارضه، والكوره الثانيه بتاعت كهربا اللي انا من وجهه نظري كهربا لو فايق النهارده، وكهربا احنا متعودين عليه الكور دي بيخطفها، لو هو النهارده ضيعها ومسمورها ضيعها كوره فرصه كبيره جدا كان ممكن يسجلها. فاللي انا قصدي اقوله ده بسبب الارهاق باين على اللعيبه بشكل كبير جدا. برضو السفريه من سفريه قليله، سفريه طويله، لازم كنت انا ابقى مريح اللعيبه قبل الماتش، ما لعبهمش الماتش الاخير. يعني ماذا بعد؟ يعني ايه الخطوه الجايه غير العقاب بقى، وان احنا نقطع فيهم وان احنا السوشيال ميديا بتهاجمهم بشكل فظيع؟ استاذه لميس انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا برضو احنا نبقى فاهمنا، احنا زي ما انت على فكره انا كنت سامع المداخله وسمعت واحد بتقولي ان احنا الفتره دي او الكوره المصريه بتمر بكبوه، وخلينا نكون صريحين، احنا الفتره دي الكوره المصريه عندها معاناه في عناصر معينه او مش عناصر، مراكز معينه في المنتخب او في الكوره المصريه احنا عندنا الفراغ فيها دي بسبب ازمه للكوره المصريه. احنا دلوقتي مصر بتفتقد المهاجم الصريح اللي احنا كان عندنا طول عمرنا، عندنا في حته الهجوم دي عندنا اكتر من 5 6 لعيبه في كل مركز، يعني سواء بقى وينج يمين وينج شمال مهاجم صريح قدام، عندنا فطاح اللي اتقال اسامي. انا ممكن نقعد كده نقول مثلا 15 20 اسم كلهم علامه في الكوره المصريه، دي بقت مشكله كبيره في مصر. وزي ما انت قلتي برضو من شويه الناشئين، اي فريق في العالم كبير، الاهلي فريق مش قليل، فريق من يعتبر من الفرق العالميه، الزمالك نفس الكلام في الفرق الافريقيه والفرق العالميه، فرقتين كبار، لازم الفرقه دي بتعتمد على قطاع ناشئين مهم جدا بيصدر. يعني احنا صح. المنتخب كان طول عمره اعتماده زمان كان على الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق الكبيره اللي هي الفرق اللي عندها جماهيريه كبيره جدا، كان بيطلعوا قطاع ناشئين جامد جدا، في الاخر بيصب المين للمنتخب لمصر.
احنا ده بنفتقده النهارده. لو تبصي على الاهلي والزمالك فين قطاع الناشئين اللي تلاقي مثلا الفرقه بنسبه 80% بتعتمد على قطاع الناشئين، زي بايرن ميونخ، زي برشلونه، زي ريال مدريد، زي باريس سان جيرمان، زي اياكس امستردام، زي بروسيا دورتموند. الحاجات دي مش موجوده دلوقتي في الكره المصريه. طيب نيجي بقى نتكلم على اللي جاي. احنا لو خدنا بالنا تفتكر حضرتك من ثلاث ايام باريس سان جيرمان بكل الصفقات اللي عندهم وبكل الاسامي اللي عندهم خرجوا من الشامبيونز ليج قدام بايرن ميونخ. فالمفروض يعني في الاخر الكوره بتتقبل كل حاجه بتحصل فيها. احنا دلوقتي لسه الامل ما فقدش، لازم اللعيبه تركز في اللي جاي، عندهم مهمه كبيره جدا. ايه هي؟ ان هم يكسبوا الماتشين اللي جايين. الفرصه لسه موجوده على الورقه والقلم، لسه موجوده. صعبه؟ صعبه، بس هم عندهم ست نقط لازم ياخدوهم. وبعد كده لما ياخدوا ست نقط في بقى مباراه اللي هي بين سان داونز. ما هو دي عالم بقى. لا انت مصيرك ليس بين اقدام لاعبيك، مصيرك باقدام لاعبين اخرين خلاص. لا بس لا طبعا لا بصي اقول لك حاجه، هو اهم حاجه طبعا ان الهلال ما يكسبش سان داونز، يتعادل. لو تعادلوا لازم الاهلي يكسب سان داونز نتيجه كبيره. دخلنا بقى حزبه بيرما كابتن شريف. ما انت دلوقتي يا اما تفقدي الامل تماما، يا اما يبقى عندك حده الامل اللي في الاخر مش في ايدك انت لوحدك، بس انت هو في ايدك. انا شخصيا مش عايزه فريق شكله ده بشكله ده يكمل ليه؟ عشان ناخد 6 و7 اكمل بيه ليه؟ طب هقول لك انا حاجه، معلش خلينا نقول الارجنتين في كاس العالم، اتغلبوا من السعوديه هزيمه في بدايه كاس العالم اول مباراه 2-1 يا كابتن زيدان، مش 5. ايوه وبعدين كمل الارجنتين بعد كده. لا يعني مش وما تكلمنيش على مباراه ولا حاجه، احنا شايفين الاداء. هذه ليست دي مش حاجه يعني غريبه، احنا من اول الوداد واحنا عندنا واحنا الوضع دوري ورا التاني بيروح، كاس ورا التاني. لا ما مش عايزين نقول ان احنا نبص على ماتش حال الفريق طبعا. حالة الفريق يعني فعلا تدعو للرثاء بصراحة. شكرا كابتن زيدان.